حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها بالبرنامج. برنامج صوتكم، أي شخص يحب يتصل بالبرنامج يقدر يتصل بينا على واحد من أرقامنا، لكن بداية نحب نذكر السادة المشاهدين أنه قناة الرافدين عندها تردد جديد، ترددنا هو 10727 على مدار القمر نايل سات. أكرر التردد 10727 على مدار القمر نايل سات. فنتمنى من السادة المشاهدين أنه يدخلون هذا التردد الجديد وهذه الإعدادات الجديدة على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم حتى نظل مستمرين وياهم 24/24. أما ما يخص برنامج صوتكم، أي شخص يحب يتصل بالبرنامج يقدر يتصل بنا على واحد من الأرقام التالية. عندكم الأرقام الثلاثة اللي تشوفوها أسفل الشاشة، تقدرون تتصلون بها من داخل العراق ومن خارج العراق على حد سواء. أما أرقامنا اللي تشوفوها حاليا أسفل الشاشة أو الرقم اللي تشوفوه حاليا، هذا الرقم هو فقط لبرنامج الواتساب، رقم الواتساب فقط للرسائل المكتوبة، ما أقدر أستقبل بأي اتصال أو مكالمة. أما الرقمين ذني تشوفون، أي شخص داخل العراق من زاخو إلى الفاو يقدر يتصل بينا على أرقامنا هذن الاثنين أو الثلاثة اللي قبلهن، أو يقدر إذا ما تحصل المكالمة وما قدر يتصل بينا يدزلنا رسالة عبر رقم الواتساب، أتمنى تكون متبوعة باسمه ومكانه، نقراها بالدقائق الأخيرة من البرنامج. اليوم تمر ذكرى أليمة على الشعب العراقي، 15 سنة على تمرير الأحزاب للدستور، الدستور الملغوم، الدستور اللي صدع عروسنا به، الدستور اللي هواية ناس انظلمت من وراه، الدستور اللي أسس المحاصصة، الدستور اللي أسس سرقات الأحزاب، الدستور اللي خلى يعني ذول الأحزاب يكون لهم موطأ قدم بهذا البلد، الدستور اللي عن طريقه شفنا الولاية الثانية وتعاركوا على الولاية الثالثة، وشفنا انتخابات كانوا العالم يتأملون أنه تكون انتخابات نزيهة لكنها كانت مزورة. هذا الدستور اللي نطى وزارات بعينها العوائل، هذا الدستور اللي نطى مناصب بعينها إلى مكونات، رئاسة الجمهورية أكراد، رئاسة الوزراء للمكون الشيعي، رئاسة البرلمان للمكون السني، لكن هي ما مكتوبة بالدستور، بس الدستور أسس المحاصصة واتفقوا على أن تكون تقسيمة الرئاسات على هذا الشكل. المنصب الشرفي وهو رئاسة الجمهورية اللي لا يحل ولا يربط بس يمثل العراق بالمحافل الدولية نطول المكون الكردي. رئاسة الوزراء وهو المنصب الأكبر بالعراق والمنصب الفعلي بالعراق ورئيس السلطة التنفيذية بالعراق نطول المكون الشيعي، ورئاسة السلطة التشريعية نطوها إلى المكون السني. طبعا كل رئاسة من الرئاسات الثلاث عندها نواب من المكونين الآخرين، لكن هذا الدستور ما نطى حق للشعب العراقي. كل شعوب العالم، كل شعوب العالم عندها دساتير تعتمد على دساتيرها بحيث أنه يكون دستورها مرجعها. لما يكون بحيف وضيم الدستور هو اللي ساعده، لكن بالعراق احنا عندنا دستور، النواب يقولون عليه ملغوم، الأحزاب تقول عليه يجب التغيير، الناس تقول عليه مخوش، العالم كله يقول على الدستور أنه مو دستور، هو وثيقة، وثيقة إجا بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي ملاها على رؤساء الأحزاب اللي هسه هم يتحكمون بالناس ووقعوا عليها. فأنتوا يا الشعب العراقي شلون تنظرون إلى هذا الدستور وش يمثل لكم هذا اليوم اللي أقر به الدستور؟ علاء من بغداد ويانا، حياك الله. ألو، أهلا بيك أم علاء، تفضلي. الله يخليك يا ابا، هذا بيك يما. اني ابني اخذوب مال القمه العربيه. الو اي وياك.
الو اخذوا ابني بيوم مال القمه العربيه، اخذ عنيد رياض. زين تسمعني؟ اسمعك يمه. اي حبيبي الله يسلمك، الله يحفظك يا يام، الله يخليك. اي والله اريدك توصل صوتي يا يام. وصل يمه، بس حتى نفتهم ام علاء يعني. وحكموا اعدام. زين ليش؟ اي والله اخذوا، الله شاهد ورقيب، اخذوا من حضن مرته حتى انصلخ ولبست الهدوم هاني بايدي. والله يا يمه قالوا لي حجيه عقد فوطك لام البنين 10 دقائق وابنك يمك. عقدت فوطي الله شاهد ورقيب، وقال لي 10 دقائق هو من عندهم واحد عسكري، والاجى عميد رياض اخذه ومشى. والعشر دقائق هاي العشر صار لعشر سنين والله العظيم، وحطوه اعدام، وهسه صار لثلاث اشهر انا ما شايفته، وحطوه في سجن الناصريه. واريد من الله ومنكم تسوون صوتي، والله بريء والله والله. زين ام علاء، ام علاء حتى الناس تفتهم، هم على شنو حكموه؟ حكموا هيكي بصموه هيكي على اشياء. تمام تمام، انت تقولين حكموه اعدام، القاضي حكمه على اي تهمه؟ يعني شنو هي التهمه اللي اتهمه بها وحكمه اعدام؟ ماكو، كل تهمه له، كل تهمه ما عنده. يعني ما شاهد، يعني انت ما تعرفين او المحامي ما قال لك ابنك انحكم على شنو؟ ماكو، لان قالوا الحاكم خضير، يمكن الحاكم قالوا يعني متنفرز ما اعرف شنو. انا ساعتها رحت دريد على اساس يطلع، رحت ورئيسا يعني حكموهم اعدام، حاطين وياهم يعني مسوينهم حزبه ما ادري منين، ما اعرف منين، واحنا يعني لا بالبال ولا بالخاطر. حتى تفاجئت ام علاء، راح اسالك بطريقه ثانيه، يعني مثلا هم حكموا ارهاب، حكموا انه قتل، حكموا بقضية خطف. أربعة إرهاب، وأنت قلتي إنه هو منتسب؟ لا قتل، قتل، إي، هو منتسب؟ شلون ابني؟ لا والله، لا منتسب ولا أبد، هو يعني رجال عامل، فقلت لك أخذوه، والله من حضن مرته، إجوا مال المخبر السري، أنت على؟ قالهم إي أنا على، أخذوه، ركبت أنا برا، قالوا حجية بس استفسار. يعني قد عمره يا ام علاء؟ حتى قال عقدي فطت مولد 79. نعم نعم وصلت. اي والله وعندنا بنيات اثنين الله شاهد، ومرته وانا حال الضيم حالي، وحاطي هسه بالناصريه، وهاي صار لي 8 اشهر ما شايفته. نعم وهاي بدت مال كورونا، لو مسوي ذنب والله العظيم والله اقول خلي، بس كل ذنب ما عندك الله شاهد ورقيب. مو بس هو اخذه، هو عميد رياض لم الشارع كله بمال القمه العربيه. نعم يعني وكلهم سواهم اعذار، حتى من ضمنهم واحد هو بسوريا، يعني هاي الاحداث والكله يمكن صار له يومين من جاي بسوريا، حتى الجواز ماله يقرا بسوريا شلون، يعني هو مو جيراننا يعني ليه غاد من عندنا. وهاي حطهم اعذار، واريد من الله ومنكم توصلون صوتك. وصل 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 صوتك ام علاء. أيوة شكرا شكرا جزيلا لاتصالك بينا. ابو حسن من واسط حياك الله. ابو حسن انقطع الاتصال ويا ابو حسن، اتمنى يرجع لنا مره ثانيه. ابو احمد من بغداد، ام احمد من بغداد، ام احمد انقطع الاتصال بيه. أنا أعرف أنه قضية المعتقلين قضية صعبة بالعراق، وجرح نازف للعراقيين، وهكو هواية ناس متأذاية من قضية الاعتقال والسجون والمخبر السري. احنا البارحة طلعنا حلقة على هذا الموضوع، وبينا أنه هيئة علماء المسلمين نشرت وثيقة حصلت عليها، وهي والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، أنه من مجلس الأمن الوطني بال2017 يعني أمر بتجديد المعاملة بالسجون على وتجديد على السجناء. لكن موضوعنا اليوم يختلف عن قضية السجون والسجناء، موضوعنا الدستور اليوم. يعني قضية المعتقلين سببها الدستور، الدستور لما اجى بال2005 ما كان العراقيين يعرفون شيء اسمه مخبر سري او قضية كيدية او تبصيم او تعذيب.
فهذا الدستور شو يمثل لنا او شو يمثل لكم او شو يعني شنو رايكم بالدستور ورا 15 سنه وشون تنظرون الى هذا اليوم اللي اقر به الدستور اللي امر به بول بريمر ووافقوا عليه رؤساء الكتل الحزبيه اللي هم هسه دا يتحكمون برقاب الناس. مصطفى من ديالى حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك استاذ زين شلونك؟ هلا بيك اخوي. استاذ انا عندي مناشده. نعم. بخصوص هذا قبل ثلاث ايام نزموني فوق السابع بدياله. نعم. سووا حمله على مود الدراجات وانا اشتغل بمطعم خدمه توصيل. نعم. فنزموني وطبيت الساعه بالستة العصر، طلعت الساعه بثلاثة الفجر كفاله. نعم. فظليت اراجع على الجنسيه ثلاث ايام، صعدت قاضي، القاضي رأى صورة قيد، ورديت رجعت النوم، فهسه الدراجة باقية. أراجع عليها يقول لي الدراجة انساها. يعني أني وأنا عامل. أشتغل بيومين 15، والدراجة هي مال أبو المطعم. فأستاذ أصعدت للقضاء، قضاء ماكو بالعراق، يعني لا قضاء، لا دستور، يعني كل الراجعين بعرض الحائط. يضبطون على العالم ضباط. نعم. وحتى هي هاي صدر بها امر من القائد عمليات والقضاة، هو صار تنسيق بيناتهم. ونزلوا انت تعرف ينزل من وين ماكو واحد ضابط ساقط اشاكه دبسيز منزلي. وهي كلها طاوله يوم واحد وانت العالم تروح وتجي الشرطي هو القانون يطبق على الكل. ومو على كل القانون المطبق، ابو الحاشد يفتر بالدراجه، ابو الحراسات الليليه بدراجه، والعامل محاربي، والفقير محاربي. نعم. فاستاذ نرجوك توصل صوتنا، واحنا المحافظ مالتنا يعني فاشل، فاشل الى درجه. نعم. يعني فد نوبه والله نبيت 75,000 بس معاملات، اروح اجيب صوره قيد، ارد ارجع استنسخ وما ادري شنو. نعم. وتبهذلنا، اشكرك عيون استاذ. لا شكر على واجب اخ مصطفى، كان من المفترض ان يدخل ويانا ابو راشد من عمان لكن انقطع الاتصال وياه، اتمنى يا ابو راشد ترجع لنا حتى نسمع صوتك ورايك بالموضوع. يعني الاخ مصطفى يقول انا عندي مناشده انه قضيه الدراجات بالعراق ومنع الدراجات، يقول انا اشتغل توصيل في مطعم والدراجه مو الي. دراجه الى صاحب المطعم واللي زمت ودفعت فلوس وما اعرف شنو، ويقول لي انسى الدراجه. طبعا هاي همنا قضيه ثانيه لازم الحكومه تفكر بيها والبرلمان يفكر بيها والشرطي يفكر بيها. هذا بده يشتغل بمطعم توصيل على دراجه، هو لو عنده فلوس الدراجه يشتغل بها توصيل. زي ما انت تقول له انسى الدراجه، ابو المطعم راح يعذره مثلا. مين يجي هو ده يشتغل عندك على دراجه، مين يجيب فلوسها؟ فليش تحاسبون الناس على اشياء هي مو قادر عليها؟ يعني المركز العربي للابحاث والدراسه والسياسه ودراسه السياسات يقول انه مهمه وضع دستور يؤسس للديمقراطيه بعد الاحتلال في العراق كانت فاشله في ظل التراجع الشديد لقدرات الدوله وتحلل مؤسساتها العسكريه والامنيه. احنا ما بقى عندنا شيء حتى نقول تراجع. المفروض يعني المركز العربي يقول في ظل تدمير، في ظل انهيار، في ظل اختفاء. ابو راشد من عمان حياك الله يا ابو راشد. تحيه لك اخ اسد والمشاهدين المحترمون طال عمرك. بالنسبه قضيه العراق يعني شيء مؤسف جدا. نعم. الامم المتحده والدول العربيه تتخذ قرارات ضد العراق، ومن ضمنها طال عمرك اليوم اللي هي ما قتلت بلد اللي هي 10 اشخاص. نعم. ما هو دور الامم المتحده والدول العربيه والجامعه العربيه في مسألة قتل في واحد في فرنسا؟ انقلبت العالم عليه، أما في الشعب العراقي. نعم. انقطع الاتصال يا أبو راشد. أبو راشد يعني العراق في مصيبة والعراق في محنة. المحنة المشكلة مو جت بس على إيد الاحتلال. نحن يعني ما حبينا الاحتلال ولا ردناه ولا جبناه بإيدينا.
المشكلة أنه اللي إجوا ويا الاحتلال وقال أنا عراقي وجاي أنا أخلصكم وأخلصكم من الدكتاتورية وبوش الإبن وأنا جبت الديمقراطية لكم، وعدوا الشعب العراقي بحياة مزدهرة، وعدوا الشعب العراقي أنه يرجع إلى أوج ما كان به في سبعينيات وستينيات القرن الماضي، لكن وجدنا أنه العراق وراء 20 سنة انتهى. يعني اليوم نحن على وشك الإفلاس. السبب خلينا نقول مو بس الأمريكان، وياهم إيران، وياهم المجتمع الدولي، وياهم جامعة الدول العربية، وياهم ناس شايلين الجواز العراقي ويقولون إحنا عراقيين بس ما محتمين به. كل ما محتمي بجواز الفرنسي والبريطاني والإيراني واللي ماخذه بغير دولة وإجى على ظهر الدبابة الأمريكية وصار حاكم، واللي حارب العراق أمثال هذه العامري وعمار الحكيم ويا الجيش الإيراني بحرب الثمانينيات وصار هسه حاكم يحكم البلد اللي حاربه. فهذه مصيبتنا. أبو حسن من واسط رجع لنا، حياك الله. السلام عليكم، الله يحيي قناتكم الشريفة الطيبة. عليكم السلام والرحمة والإكرام. عمي دولة كلهم عصابات. أزين أنت من ساعة القاضي يحكم واحد غير يكون عنده دليل أدفع شيء القاضي. نعم. ما حكم، لأن هو القاضي إيران. القاضي إيراني ينفذ الأمة هاي كلها الجاية مرتزقة من إيران. نعم. زين زين زين، ليش الغربية يأخذون بها السجن؟ والله حاربوا قبل إيران. زين، مو هاي العملاء مالتهم عندنا هنا إلهم، من عمار الحكيم، من هذا العامري، من مجلس الأعلى، فإلق بدرشان، هو مدمر العراق من زمان، عملاء الإيران. مو اليوم ترى، من السبعينات وقبل السبعينات هم عملاء الإيران. نعم. زين، ويقولون صدام، صدام رحمة على روحه، يعني أشرف منهم وأحسن، يقول أبوي لا تصير عميل ضد بلدك وضد شعبك. هاي مو دولة، إيران دولة مارقة، مو دولة فرز. أنت شو مجربك إلها؟ مو دولة عربية، هاي دول عربية. زين، رايحين لإيران عملاء وسفلة ومنبوثين. زين، حتى هسه القبعات والكلاهية كلها من إيران. نعم. أكو واحد عمره 14 سنة يحكم بالإعدام، شلون قاضي هذا؟ هذا قاضي غاضي إيش هذا؟ القاتل قتل متعمد قبل الستينات والخمسينات والسبعينات يحكمون أحداث السنوات. نعم. زين، هذا يطلبون ثار، لأن ذولا عملاء مالهم حرامية وسلبوا ثروة العراق الإيران. نعم. زين، بس ماكو عدالة، هي صوت أمريكا يابتهم. يعني انت امريكا استحليت العراق، ليش تجيب ايران والمعارضة هذه الحرامية تجيبهم؟ لان يعني لهم مصلحة ويا ايران. ترى ما امريكا وايران تشذب على مو اتفاق، اتفاقية ليجوا وليجوا، وبالظاهر شكل وبالداخل شكل. بالداخل بداخلهم غير شكل اصحاب، وبالظاهر بالاعلام وبالاخبار وهاي عدو ايران الامريكا، امريكا عدوتها ايران، هذا كذب. زين، ليش الحدود مفتوحة؟ تسوي حصار مفتوحة بين العراق وإيران، تكون مسوي عليها حصار. شيء ما يشبه شيء، شيء تخيس ما أدري، شيء توصفها ما أدري. وربعنا على أساس شيعة والحسين والله ورسوله وهي كذب، بس باللفظ، بالتطبيق لا. نعم. أنت معمم تصير مجلس عضو النواب بالبرلمان، تصير حرامي، تعمل تنهى عن المنكر لو تعمل المنكر. أبو حسن مو تعرف وش يجاوبك؟ يقول لك أنا مو حرامي، بس أنا اشتريت لهذا الكرسي بفلوس. لا أنا دا أقول لك هو مو أني دا برر له. هو يقول لك أنا مو حرامي، بس أنا هذا الكرسي اشتريته بفلوس أرد أعوض. شال حرام منقش لو بيوسف هو على الحرام. زين، أنت معمم مش جايبك للبرلمان تصير عضو، لأن من شفت رأسك تطلع تنهى عن المنكر. أنت لا بتعمل بالمعروف ما يعمل بالمنكر، بس هم دولة مو معممين ترى حقيقيين، معممين كلاوات من يجوا من هناك عسرة وقسروا وشدوا وما ينبطلي. نعم. زين، مو معممين أصلين ولا دارسين ولا هدول. تلقاه كان فيلق بدر جندي وأسير
ونائب ضابط وكذا، ومن هالديرة هاي الخبيثة الشرورية هل شدوا أمعين. زين المعمم الحقيقي الصحيح ما ينهى عن المنكر، ما يعمل بالمنكر. زين من يسلم الغربية كلمة المعممين. زين هي هاي التكتلة يعني تشوف معمم وحرامي على أساس. زين ومرجع يا ما تحاسبهم، ما تنفيهم تقول يا بدولة مو منا ولا خريجين حوزة ولا ويانا ولا أحد ولا حرامية. تعرف هي المرجعية تشهر بيهم وتقول قول دولة حرامية، دولة ترى مو خريجين حوزة ولا راجعين عنا ولا راجعين للحوزة. زين نعم. هي شو كده تبدأ لك كنا حرامية. نعم. منو مو حرامي حتى العتبة تكرب وش اسمه وتسوي زراعة وتسوي المن واردها وتسوي دجاج بالبراجل وهنا الناس قاعدة الهجة كل حرامية بدون استثناء. نعم شكرا 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 لك أبو حسن. نرجع إلى قضية الدستور، يعني ذكرى 15 على توقيع الدستور وإقرار الدستور على هذا الشعب اللي انظلم بسبب هذا الدستور، شنو رأيكم به؟ من بغداد أبو حسن، حياك الله يا أبو حسن. الله يبارك فيك اخوي افل، شلونك عيني؟ ويبارك بعمرك، نحمد الله على كل شيء، انتم شلونكم؟ الله يحفظك، الله يحفظك يا اخي. اخوي افل، امريكا دوله قذره نظاما وشعبا وبلد يعني بلد فاسد من القياس. فهذول يعني مرتبين الامور على العراق، ثم امامنا النفط، ما يدون العراق يعني يستقر او يعيش عيشه كريمه وشعبه ينعم بالخيرات. فلذلك هذول السفله اللي جابوهم على الدبابة وقالوا لهم يعني درسوهم، هم كانوا يتبعون بالمعارضة ففهموهم شو يسوون. قال له سووا مثل ما نريد. فهذول مطايا الاحتلال. نعم. فهذول يعني جايين مبرمجين وكل واحد مطيرة فد ورقة أو مجموعة أوراق سووا كذا كذا كذا، خصوصا هذول المعممين ما شاء الله. يعني أول شيء هذا يقول أدور الإصلاح، يعني إصلاح الرموزات للمنطقة الخضراء. شلون رجعت مو نادوك وعاد ناس راحت وياك وعافت شغلها وعافت أعمالها ولا فترة ورجعوا؟ يعني هاي كلها أفلام مال إسرائيل وأمريكا وإيران. إيران هي المستفادة، يعني مستفادة بشكل. ولما أجي خميني للسلطة قال إحنا غير توسعين، إحنا ننشر الإسلام. لأن أي إسلام يتحدث عنه؟ قتل الأبرياء، تفجير الجوامع، جلب أخذ الناس المعتقلين، إذلالهم، قتل الطفل جوا السربة، اغتيال الناشطين، لو حرق المخيمات، لو اغتصاب النساء، لو المعتقلين بهذا المرض مال كورونا وقبله. يعني عايزينهم مع بالك بشر. يعني هسه أم علاء لما تقول يا ناشد الحقوقيين أو الأمم المتحدة أو الحكومة، أنت على ما تناجدين؟ هذول هم شلة كفرة إرهابيين. وما شاء الله هسه تجي بأي منطقة أشوف صورة مال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وسووهم أنبياء. يعني أنتوا لما تمشون ورا هذول، يعني شنو الغاية منكم وشو استفاديتوا؟ أشوف أكثركم قتلوا ما شاء الله داعش، وانت داعش انت سويتوها. يعني الى متى تظلون بهيش طريقه وبهيش عنجهيه؟ يعني قشمروكم ولا طبوا حموا المقدسات؟ يا المقدسات هو الله حاميها، انتوا تحموها، هو الله حافظ بيته وقادر على ان يحفظه. يعني انتوا شو استفادتوا قتلوا اولادكم وتتموا اولادكم ورامي صرعتكم؟ فانتوا يعني اوعوا شنو هم هذول؟ انا امشي على مرجعهم. نعم شكرا شكرا لك ابو حسن، وانا اعتذر اذا قطعت الاتصال، بس عندي متصلين كثير لازم اخذهم كلهم. ابو علي من واسط، حياك الله. وعليكم استاذ اكل، تحيه حضرتك. وعليكم السلام والرحمه والكرم، حياك الله. الموضوع اليوم هو عن الدستور. نعم. الدستور العراقي طبعا هو تقريبا كوبي بيست من مجموعه الدساتير العربيه الموجوده بالمنطقه. يتكلم عن ثلاث اشياء: حكم البلد والديمقراطية كما تسمى، وحقوق المواطن. حقوق المواطن طبعا كلها موجودة ومثل ما يقولون ممتازة جدا، لكن التطبيق ما موجود، لذلك ماكو رقيب.
يعني كانه مثل الحبر على ورق. نعم. نمط تكوين البلد طبعا هو اجى يعني من تشوفه من يعني من فوق تشوفه ممتاز جدا الفيدراليات وغيرها، لكن شنو مفهومه؟ هل المواطن مهيئ للفيدراليات الموجوده؟ المواطن عنده الفيدراليه تقسيم البلد، مو عندنا التقسيمات الاداريه يعني مو الا مركزيه. من تجي الحكم وكذلك عندهم الان الموجوده السنه اللي هم وضعوها انه رئيس الجمهوريه كردي ورئيس النواب سني ورئيس مجلس الوزراء شيعي، طبعا هذه ما موجوده بالدستور. تقولون شلون تطبقونها؟ ما يدري، ما حيقولوا لك ليه. فهذا الاربع احزاب اللي هن الشيعيات اثنين، حزب الدعوه والمجلس الاعلى والحزبين الكرديين، هم وضعوا هذا الدستور ووضعوا هذه المعادله اللي لحد الان انا يعني انا اعتذر وانا اقول ان الان عراقي سني ما عنده مشكله يحكمني رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الشيعي، ما عنده اي مشكله بها، بس مجرد ان عراقي يحكم العراقيين او انه كردي يحكم العراقيين لان هم كلهم عراقيين. نعم. نجي للديمقراطيه، الديمقراطيه اللي هم شلون يحكمون بها، هذه كلها الغام، ولا فقره ولا ماده من القانون ما يفسرها ستة أو سبعة يقعدون من الفقهاء الدستوريين لك واحد يفسرها بكيف. هذا طبعا ليش سووها أستاذ هاتين؟ سووها حتى أنه ما يختلفون، يجوا يجيبوا لهم واحد رئيس محكمة اتحادية يفسرهم بكيف، مثل ما صار 2010 من فئة القائمة العراقية، فسروها للكتلة الأكبر داخل مجلس النواب. بعد ليش ما تفسرت؟ وبعدين سبحان الله هذا الفخ طاح عمره شو وقت؟ 2018 من وقعوبة من فازة الصدريين وغيرها وقاموا بيناتهم يتنافسون. يعني هو هذا من حفر حفرة هو يعني هي هاي بال2010 قالوا الكتلة الأكبر برلمانيين وراحت للمالكي ولاية ثانية. بالانتخابات اللي وراها من اجت التيار الصدري قالوا لا هسه الكتلة الأكبر انتخابيا، وصارت مشاكل عليها ولليوم المشاكل ماشية. نعم. فهذا الدليل على أن أساسا قرار المحكمة الاتحادية والدستورية فذاك الوقت كان خاطئ. كل المواد اللي مخلينها هي حتى الان هسه يريدون يحلون البرلمان. شلون يحلون البرلمان؟ مو قال كابنا يسوي انتخابات مبكره؟ ما يقدر، لان القانون اساسا مخلينا او المواد الدستوريه مخلينها لانها تسال مسائل خلافيه حتى ما تنحل. يعني هم نفسهم الاحزاب الاربعه اللي هسه انقسمت من عندهم الميليشيات، تقسموا صاروا ميليشيات، يبدون يحكمون البلد الى مدى طويل الامد. فلذلك الدستور اليوم الموجود هو كنظريا ممتاز بعض الاحيان، وقلت لك حزنتك اكثر من ممتازة، لكن الباقي فصل على مقاسات هم اللي يردونها. وتعال ابتلينا بالماده 140، يا اللي يحلها ماده 140 ما تنحل. فلذلك قانون كله عفوا دستور كله الغام، كله قوانين غير مفهومه، وللاسف اللي خلوه مع احترام وتقدير لهم البعض طبعا، خلوه من اجل تكون قنابل موقوته من اجل تقسيم العراق. لكن اعيد واقول انه المنابر الحريه ومن ضمنها منبركم وثوار تشرين هم اللي يعيدون القطار للسكه اللي كان ماشي عليها العراق. وانا اشكرك سعادتك. شكرا شكرا لك ابو علي. ابو حاتم من جرف الصخر حياك الله. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك عمي؟ شلون صحتك؟ نحمد الله على كل شيء. الحمد لله وشكرا الله يسلمك. شلونك؟ نحمد الله على كل شيء. اخي احنا نازحين من جرف الصخر، يعني لا تحكون عليها هسه. انت ننظر على هاي المخيمات، ما اكو رئيس وزراء الحكومه هاي الفاشله من 2003 لحد الان قدموا شيء للعراقيين؟ نعم. الو وياك هاي من 2003 لحد الان قدموا شيء؟ شوف العراق يطب من الحرب يطلع الحرب. نعم. هم هاي عصابات مات للعراق من راس الشعب. شو تتحدثون عليه؟ يا حكومة حكومة ميليشيات، حكومة طائفية، حكومة هسه ما تقول لي شو تتحدث منه؟ نعم. يا لازم يا التزم حزب. حزب ما تقول لي كل 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 سيطرة حزب، كل دولة كل كلها كل سيطرة دولة وحياتها. نعم. الو
وياك. انقطع الاتصال ويا ابو حاتم من جرف الصخر. شكرا شكرا لك ابو حاتم. ابو مصطفى من بغداد حياك الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك اخوي؟ شلون صحتك؟ نحمد الله على كل شيء الحمد لله. بالنسبه لهذا الجريمه مع صلاح الدين، والله داري اذكرها يعني بعد شويه، لكن اللي ما يعرف اللي صار في منطقة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين، اليوم اكو مجزرة قتل واعدام ميداني الى اكثر من 12 14 شخص مع اولادهم. يقولون انه ما حد يعرف اللي سواها، بس اللي كان مسيطر على المنطقة او اللي مسيطر على منطقة الفرحاتية هم العصايب. فاحنا راح نسأل سؤال واحد، العصايب عندها تمثيل حزبي وعدها وهي بالميليشيات وهي تابعة رئاسة الوزراء إذا هي بالميليشيات، يعني الحكومة اللي مسويتها زين، والتالي نعم التالي ليش هو رئيس، ليش هو رئيس البرلمان هسه؟ نعم يعني اتخذ إجراء، اتخذ شيء، قدر يقول دولة مجرمين، قدر يقول دولة إرهابيين، ما يحكي حتى بالتصريحات ماله. شكل مجلس تحقيقي ورئاسة الوزراء يشكل مجلس تحقيقي، وهسه ذكر المحافظ حتى ما يقدرون يذكرون اسم العصايب اللي مختطفين ذوي المدنيين. نعم. كلهم يقولون جهة غير مجهولة. معروفة. جهة نعم. مجهولة. المحافظ هسه يقول جهة ما نعرفها منه، ايش ما تعرفها انت، منطقة مسيطر عليها ويقول انا المنطقة هذه ما اقدر اطبها، انا محافظ ورت المالي اذا ما يوقفوني وياخذون امر حتى اطب هاي المنطقة. زي اذا انت محافظ شلون القوة طبت واختطفت هاي الناس الابرياء وقتلتهم بدم بارد لا حول ولا قوة. بس حسبي الله ونعم الوكيل على هذا الدولة الظالمة. نعم. اي والله. شكرا 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 لك ابو مصطفى. ام احمد من بغداد رجعت لنا، حياك الله يا ام احمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والاكرام. أقول أسألك عن المعتقلين. نعم. اللي بسجن التادي. يعني أقول ليش المعتقلين هي اللي يسوون بيهم ويأخذون فلوس من العالم ويضحكون على العالم، وبالتالي يقولوا لبس راسهم، وبالتالي يقولون على دعوة سرية، على مخبر سري، ليش هالشكل؟ نعم. أي أنا زوجي اعتقل صار له سنة، أخذوه من الشارع وهو طالب كلية. نعم. وقالوا لهم ضابط التحقيق طلب علي 80 ورقة. عيالي ما قبل ما هو ما عنده شيء، طالب مدرسة وأخيرا هو طالع. قال لهم إذا ما تعطيني 80 ورقة ترى حلبسه تهمة كبيرة. عيالي قالوا ما عنده شيء. مثال هاي اليوم ترى ما صعب. نعم. يبدو انه الاتصال به مشكله، ونعرف كلش زين شنو سبب المشكله، لانه اصلا ماكو بالعراق حكومه تتابع قضيه الاتصالات ولا شركات الاتصالات ولا احد يقدر يعرف الناس من دا تدفع فلوس ليش ما دا تاخذ شبكات زينه او خدمات زينه او تاخذ شبكه انترنت زينه حتى يكون مقابل فلوسهم اللي يدفعوها. الله يعين الشعب العراقي. واحدة من المشاكل اللي يعانوها هي قضية الاتصالات، مثل اتصال أم محمد، يعني ما قدرنا نفهم من عنده هواية أمور. محمد من السماوة حياك الله يا محمد. السلام عليكم أخي العزيز أفل. وعليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي. تحية للرافدين العزيزة. حياك الله أخي العراق أفل. العراق منذ نصف قرن يبحث عن الخلاص من خلال قيادة مخلصة ليعودوا بالعراق وشعبه للقرون الوسطى ووطن يكاد يشطب من خارطة الأوطان والحياة. نرسم لوحة فقدت ألوانها هذا الماضي المريض طالما حلمنا أن نتخلص منه. وعندما جديد الذي أسماه كل من جاء للحكم فالزعيم عبد الكريم قاسم قال إنه العراق الجديد، وبعد صدام
انقطع الاتصال ويا الاخ محمد من السماوه. يعني اخ محمد، انت اذا تنظر للامور انه او تلوم الانظمه السابقه اللي حكمت العراق، لكن احنا في حقبه جديده. اللي صار بالعراق بعد 2003 قالوا تحرير، وقالوا حقبه جديده، وقالوا هاي الديمقراطيه، الديمقراطيه المعلبه اللي جاب لنا اياها بوش على ظهر الدبابه الامريكيه ونطال العراقيين. احنا ما نريد نقول انه هاي الحقبه زينه وذيك الحقبه مو زينه. اخي العزيز، قارن العراق بعينك وشوف الشعب العراقي اليوم عايش، الشعب العراقي اليوم عنده حريه، الشعب العراقي اليوم يقدر يحافظ على بيته، الناس ده تتهدم بيوتها وهم قاعدين بيها، يقدر يحافظ على ولده، يقدر يتعلم او يطي ابنه المدرسه يعلموه تعليم صحيح زين، علمه وتخرج يقدر يشغله. العراق وين ده يصير؟ احنا اليوم قضيتنا الدستور، الانظمه السابقه انتم قلتوها واحنا نقولها، تلك اقوام قد ذهبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. احنا دا نحكي، احنا ولد اليوم، احنا دا نحكي هالحكومات هاي، نور المالكي وابراهيم الجعفري واياد علاوي واحمد الشلبي وذولا هالشلة التعبانة اللي جت حكومة العراق، هالحرامية الانهيبية اللي طبوا للعراق على ظهر الدبابة الامريكية، حفاي ما عندهم فلوس، ما عندهم بيوت، وشوفهم هسه شلونهم. ابو محمد ويانا، حياك الله. 68 معلق بالقطار الامريكي. نعم يعني انت جرائمكم بشعه بال91 نسيت، ما تنسي ترى جيل جيل جيل. ابو محمد، هو انت نفسك محمد من السماوه صحيح؟ ايه من السماوه، من العراق، هذا العراق، عراق الحسين، عرفت؟ مو عراق قدام حسين. اقطع الاتصال يا ابو محمد، شكرا جزيلا لك. ابو محمد، ارجع اعيد كلامي، عوف ما سبق وخلينا ولد اليوم. يعني انت نفسك محمد من السماوه، انتوا دا تشوفون حال العراق اليوم سبب الانظمه السابقه. اخي العزيز، الاحتلال سبب هالحكومات الجتي، الاحتلال سبب كذب احمد الشلبي ونور المالكي وابراهيم الجعفري حيدر العباد، ما نعدد لكم، هذول كلهم، هذول كلهم اللي راحوا بمؤتمر مدريد وبمؤتمر مؤتمرات الخارج وحكوا وقالوا العراق يمتلك اسلحه دمار شامل، وحشدوا علينا دول، وحشدوا علينا تحالف، وطبولنا ودمروا هالبلد هذا، وجوي وقالوا احنا جايين نحرر العراق، وجوي وهم واعدين العراق بحريه، وجوي وهم واعدين العراق بحياه. واحد من عندهم الشهرستاني، حسين الشهرستاني، قال الكهرباء ابد ما تنقطع. ابشرك قل للكهرباء ابد ما تجي. ام عبد الله من بغداد، حياك الله. حيا من قال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قناتكم الشريفه وكل العراق الشريف. استاذ، احنا بالنظام السابق كانت عندنا كرامه، اما الان فماكو اي كرامه، هذه يعرف الشعب العراقي. استاذ، الحكومه اللي نصت 2003 الى الان، نعم، وعندما وضعوا الدستور ترى يعني قسم من الدستور ما نقدر نقول كله مو زين، وانما هم تلاعبوا فيه استاذ، اصلا خلوه هو فد ورقه ووضعت على الرف، اصلا هم لا عندهم دستور هاي الحكومه، ولا عندهم نظام، ولا عندهم شيء منظم يمشون عليه لصالح الشعب العراقي. كل شيء بالدستور لصالح المسؤولين، هم تبعوا لصالح المسؤولين والبرلمانيين والحكومات والأحزاب، كله لصالحهم. أما مواد الدستور لصالح الشعب العراقي كلها انضمت بالبحر، ما كل العراقي أي حقوق ولا أي يعني شيء اللي يقدر يتمتع به العراقي من 2003 إلى الآن. استاذ، عندنا هسه نشوف العراق ماشي ماله الى الجنوب،
كلهم عبارة عن أكثرية داعشي، مو داعشي على الشعب العراقي، وإنما عن السلطة اللي السياسية والتنفيذية والقضائية كلها خربانة. يعني إذا تجي من رئيس الوزراء هو اللي خلى الانفتاح للرشاوي والحكم المسير، القضاء المسير. أول ما يسوي قام بعملية بناء سجون، يعني هاي السجون اللي بناها وبالإضافة إلى السجون السابقة ملئت بالمواطنين، إذا كان سابقا بالسنة السنة والشيعة نفس الحالة. الأستاذ عندنا بناء السجون، بعدين الصربات اللي نهضت، هسه عندنا قضية الغاز اللي موجود في الموادي اللي ما أدري قد كميته وحجمه هذا الغاز. هسه المسؤولين ملتهين ما يلتهون بالشعب العراقي ولا بتقديم خدمات الشعب العراقي، ولا شلون احنا راح نوفر الراتب للشعب العراقي، ولا نريد نعين الشعب العراقي، يريدون يفرضون راسهم مصالحهم التنافسيه من اي دوله اللي تريد تاخذ هذا الغاز. يعني دشوا التكالب العالم كله على العراق نتيجه لثرواته. لهذا نشوف السياسيين والاحزاب السياسيه منفلته استاذ، لا عدا قانون ولا عدا احترام للعراقي. عندنا القوات القتاليه او هاي الميليشيات والقوات اللي المجهوله اللي تقوم بعمليه القتل في سنجار، هسه قتل العرب واكثريتهم من الافراد اللي يقومون بعمليه هذول اللي خارجين عن القانون. استاذ هاي في منطقه صلاح الدين النكبه مال اليوم مال البارحه، يعني نسمع يوميا احنا عندنا جريمه، نساء مقتولات في بيت، بالبصره مثلا مقتول طفل، شباب مقتولين، ما اعرف شنو، يعني ماكو انفلات يعني امني موجود بالعراق نتيجه الانفلات الخلقي لهذول المجموعه اللي جتنا وحكمت العراق. فما اعرف هو العراقي قابل على هذا الوضع؟ ما ادري. صح يسوي يوم 25، واني اتصور استاذ يوم 25 كل شيء يصير، لان الحكومه هي تعرف شلون تحافظ على وضعها، لان امريكا وياها، اسرائيل وياها، ايران وياها، بس 10,000 مقاتل من الحشد في المنطقه الخضراء، بس 10,000، فكيف في المحافظات؟ عندنا الحشد شو يسوي بالمحافظات الغربيه والموصل؟ شو عندهم؟ كل بيبيعون اراضي لليهود وبيعون للايرانيين وفتح استثمارات، واصبح العراقي هو شركة استثمار لهذول المسؤولين الجائرين، وتحياتي لك. شكرا شكرا لك ام عبد الله. ابو عباس من بابل حياك الله. ابو عباس انقطع الاتصال ويا الاخ ابو عباس. رساله واتساب عندي، اول رساله وصلتني اليوم: المواطن يبكي على ما كان يسمى وطن بلد الحضارات، واللي كان مكانه 37 في اليونسكو بين جامعات دول العالم، واليوم اصبح بلد زور فيه كل شيء. والله يا اخوي العزيز ابشرك انه العراق اليوم بقضيه التعليم خارج من مقاييس العالم كله. يعني اليوم إذا أكو 191 دولة و 192 دولة بالعالم، هو برا. حتى التعليم بيه ما معترف، ما يباعون عليه أصلاً، يعني ما بتعليم أصلاً. أنت تقول كان باليونسكو 37، تقارير تأكد أنه جامعة بغداد كان رقمها 7 عالمياً، كانت 7 جامعة بالعالم معترف بيها. اليوم جامعة بغداد مو ما معترف بيها، ما داخله حتى بالاعترافات اللي يعني كجودة تعليم مع الأسف. الشعوب الحرة هي اللي ترفض الظلم والاستبداد وتنتفض من أجل تحقيق الحرية وكسر أطواق الذل والخزي، وقريبا تنكسر القيود وتشرق شمس العراق من جديد وتعود كل خفافيش الظلام إلى أوكارها المظلمة. تحياتي أبو تقى من العراق. السلام عليكم، حياكم الله يا صوت الحق، حياك الله أخوي العزيز. رسالة أخرى: السلام عليكم، تظاهرات اليوم في العراق ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني. السلام عليكم أخواني، أخوكم أبو علي من السويد، تحية إلى قناة الرافدين.
السلام عليكم. أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة للجميع. أستاذ أفهم المحترم، العراق هو أول من سن القوانين ووضع الشريعة وموازين حقوق الحياة في العالم، وأول من وضع القوانين والشريعة وعمل بها العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع. أليس من العالم اعترف بمسلة حامورابي وشريعة وقوانين نبوخذ نصر تأتي فيه ظالة عميلة للأجنبي تملي دستور لأهل العراق أصحاب قانون وشريعة حامورابي ونبوخذ نصر؟ هذا الدستور بعد عام 2003 باطل، لا يليق بالعراق وشعبه، والعراقيين هم يضيعون لهم دستور يليق بهم وبمكوناتهم. دستور بريمر وشارون وصهاينة الخضراء وأحزاب الصهاينة خراب وتدمير العراق، خدم أمريكا وإيران. الحرب لن تنتهي إلى حد الآن إلا بإخراج المحتل وأعوانهم الفاسدين من الخضراء وطردهم من العراق. والسلام عليكم ورحمة الله. لماذا قتلت أمريكا أحمد الشلبي ولم تحاكمه أمام الشعب؟ ليس هي من ادعت هذه الكذبة وقتلته كي لا ينفضح كذبها بأنها هي من ادعت لكي تحتل العراق وتدمره وهو بعلم بأسرارها؟ ولماذا استمرت بقتل العراقيين واستمرت بفسح المجال لإيران للتوغل بعد ذلك؟ سؤال أطرحه للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكادر الرافدين حفظكم الله، أنتم الناطقين بحق وناصرين للمظلومين. أسأل سؤال، أين الأستاذ الكاظمي والحلبوسي من هذه الانتهاكات التي يمارسها أو تمارسها القوات الأمنية ضد أمهاتنا وأخواتنا؟ في أي زمن تهان النساء بالضرب والاغتيالات؟ ما جرى بضرب النساء من قبل القوات أمام أنظار الرجال والشباب؟ أين الغيرة العراقية؟ أين أصحاب الشيمة؟ النساء العراقيات الماجدات ضحوا بكل شيء. فعلا صح من قال الماجدة العراقية. أين المجتمع الدولي؟ عندهم النساء مكرمات ومن يتعدى عليهن ينال العقاب، بس بالعراق ماكو احترام لا لعراقي ولا إلهن. حسبي الله ونعم الوكيل. أناشدكم بسم الله ناشد الشيوخ والدولة، أخوكم الشمري. إخوان، مجازر العراق لن تكون هي الأخيرة اللي صارت بفرحاتية، لكن تقدرون توقفوها أنتو، لأنه إذا ظل الأمر يم الكاظمي ويم الأحزاب ويم الكتل السياسية ويم إيران وأمريكا ما راح ينتهن ذن الجرائم. ليش؟ لأن هم يريدون يسكتون الشعب العراقي، بس الشعب العراقي على مدى التاريخ عمره ما سكت على ظلم، وثورة تشرين ثابتة. يمكم الجواب أخواني الأعزاء، نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة نفس الموعد باكر. في أمان الله.